هنسكيب على شوية. نسي يقول على خاطر بشوية في الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. سعادة أن ألتقي بكم هذا اللقاء، وربما إن شاء الله بتوفيق الله لقاءات أخرى كما ذكر. طبعا ليس عندي برنامج محدد لهذا اللقاء ولا لغيره من اللقاءات المقبلة، ولكن كما ذكر عماري يعني نتذاكر في كل ما حياتنا. وقد وجدت أن أهم شيء وأنفس شيء وأخطر شيء يمكن أن يعتني به الإنسان، وهو سبب كل ما أن الإنسان ظاهر وباطن، الإنسان جسد وروح، الإنسان جزء مادي وجزء معنوي، ومعلوم أن الإنسان إنما هو في الحقيقة إنسان بجزئه المعنوي، وإلا فجزئه المادي يشترك فيه مع كائنات عديدة ومخلوقات كثيرة، يشترك مع الكائنات الجامدة في كونه مادة وفي كونه ترابا، ويشترك مع الحيوانات في جانبه الحيواني الحي ومع سائر الكائنات الحية. لكن الذي شرفه الله به ورفع درجته به إنما هو جانبه المعنوي الروحي النفسي القلبي، وكذلك بنيت الأحكام الشرعية على هذا المنوال. فهناك تكاليف قلبية وهناك تكاليف بدنية ومادية، أو قد يسميها الفقهاء بدنية ومالية، والمالية هي أيضا المادية. والتكاليف القلبية أولا هي الأخطر والأنفس والأهم، ثانيا هي التي تتعرض للتفريط أكثر، لأن الناس هذا نشاهده في حياتنا في أنفسنا وفي غيرنا يهتمون بما هو ظاهر سواء في ذاتهم أو مع غيرهم. حتى مع غيرنا إذا أردنا أن ننتقد أو نلاحظ عادة نرى ونسمع، فننتقد الإنسان بحسب ما نراه وما نسمعه منه. ولذلك حتى حينما نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادة يتجه ذلك إلى أقوال وأفعال، وحين يتواصى الناس في الغالب يتواصون بأشياء ظاهرة من أقوال وأفعال، وحينما يضغط المجتمع أيضا المجتمع له نوع من الضغوط تجاه المحافظة على أمور التزام حدود وآداب، فإنه عادة يمارس ذلك فيما يظهر من أقوال وأفعال. لكن ما هو باطن هذا قلما تقع العناية به
أو الالتفات إليه أو الاهتمام بإصلاحه، لا من الشخص في ذاته ولا من الشخص تجاه غيره وغيره تجاهه. فإذا لهذا السبب قلت إن أهم ما يمكن أن أتحدث فيه خاصة في لقائنا الأول هذا هو هذا الجانب الباطني، هذه التكاليف الباطنية التي مستودعها القلوب ومستودعها الأفئدة ومستودعها الصدور كما في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ما في الصدور؟ الله تعالى يقول: وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يمكن أن نقول عنوان هذه الكلمة هو وحصل ما في الصدور. وهذه آية حقيقة نحن ربما قلما نقف عند أمثال هذه الآيات، خصوصا الآيات المكية والآيات الغيبية. هذه كلمة واحدة ولكنها طبعا وهي من أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين. أفلا يعلم أي الإنسان، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذن كل شيء أعرض عنه، حصل ما في الصدور بس فقط. إذن بين يدي الله في اليوم الآخر في المحشر في الحساب هناك شيء واحد، عنوان واحد، وحصل ما في الصدور. الباقي كله تبع لما في الصدور، وحصل ما في الصدور. إذن نرى أن ما في الصدور، وهو ما في الصدور طبعا هو كناية عن هذا الجانب الباطن في الإنسان، لأن نحن لا ندخل الآن ما في الصدور كيف ذلك وأين والقلب. على كل حال القلب ما قيل عنه القلب والفؤاد واللب، يبقى في جانب سر من أسرار الله تعالى. لكن الذي لا شك فيه قطعا القرآن الكريم والشرع، وقطعا من إحساس الإنسان وتجربته وإجماع البشرية، هناك قلب هو مستودع المعتقدات ومستودع الأحوال النفسية ومستودع المشاعر والعواطف والأحاسيس والقيم تنبعث منه. هذا القلب هو المراد، وحصل ما في الصدور أي ما في القلوب. معلوم كذلك في آيات أخرى أن في تعبيرات أخرى، ولكن المعنى نفسه معنى وحصل ما في الصدور هو أيضا ما في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحصل ما في الصدور. فإن كان ما في الصدور قلبا سليما فهذا الذي ينفع، وإن كان الذي في الصدور ليس قلبا سليما فهذا الذي لا ينفعه مال ولا بنون. وهو الذي قال فيه أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال فيه الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هو الذي قال لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو الذي حقق ذلك وتحقق له بشهادة الله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فهذا القلب السليم يجب أن يكون هو الشغل الشاغل والهم الدائم. لا تأتي علينا انشغالات وهموم وإشكالات ومهام فتشغلنا ليل نهار، تشغلنا حتى في صلاتنا، وتشغلنا حتى في نومنا، أو تشغلنا عن نومنا، تشغلنا عن نومنا فلا ننام، وتشغلنا في نومنا إذا نمنا.
طبعا الإنسان ينام ويبقى مشغول بها، فالحقيقة أن الذي يستحق هذا أكثر من غيره، يعني على كل حال الإنسان لابد أن تأتي عليه هذه الأحوال والشواغل، لكن الذي يستحق هذه الصفة وهذا الاهتمام أكثر من غيره هو كيف نأتي الله تعالى بقلب سليم. والقلب السليم يكون الأمر أيضا أكثر وضوحا، سليم مع ربه، سليم مع عباد ربه، مع الخلق، سليم مع الخالق وسليم مع الخلق. سليم مع الخالق توحيدا وإجلالا وخوفا ومهابة وخشية وتعظيما وحياء وتوحيدا، هذا القلب السليم مع الله تعالى. والقلب السليم مع الخلق أيضا بمحبتهم ومحبة الخير لهم وعدم بغضهم وعدم الحسد وعدم وعد إلى آخره، مما نعرفه جميعا من الصفات التي نحبها لأنفسنا ونحب أن نكون عليها في قلوب الناس، هي هذه التي يكون القلب سليما بها، فلا حسد ولا كراهية ولا حقد ولا احتقار ولا ولا، وعكس ذلك حسن الظن بالناس والرفق بالناس والرحمة بالناس وإكرام الناس وتكريمهم واحترامهم والإحسان إليهم إلى آخره، هذا هو القلب السليم مع الخالق ومع الخلق. هذا القلب السليم أيضا مما يؤكد أنه هو مناط كل شيء في الحقيقة. طبعا هذا لا يلغي الأعمال، أعمال الجوارح والتكاليف الظاهرة، ولكن هو أولا وهو الحاسم وهو الذي يلقي أو يرخي بظلاله وآثاره على أفعال الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا الأعمال الأخرى لها اعتبار ولها تكاليفها ولها حدودها، ولكنها تابعة للقلب. أراد أن يصلح أفعاله وأقواله فليصلح قلبه، ومن ترك قلبه فلن يستطيع مهما حاول أن يصلح أفعاله وأقواله. إذن فمن ربح معركة القلب ربح معركة الأفعال والأقوال والتكاليف الظاهرة، ومن خسرها خسر الباقي أيضا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتعرفون أن أعز ما يطلبه المؤمن وأغلى ما أمر به وأجمع كلمة جامعة أمر بها هي التقوى. والتقوى ها هنا والتقوى ها هنا والتقوى ها هنا، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا التقوى هي القلب، إما أن تكون التقوى في القلب أو لا تكون، مع العلم أنه تنفيذ التقوى في الحقيقة هو في الأفعال. أن تتقي أي أن تجتنب وتحذر، معنى التقوى في اللغة وأيضا في الشرع، ولكن الأصل اللغوي التقوى أن تتقي شيئا معناه تجتنبه وتحذره، فتحذر أن تترك واجبا وتحذر أن تفعل محرما وتحذر أن تقع رجلك في الأشواك أو في النجاسات أو في المنزلقات، هذه هي التقوى. لكن هذه التقوى أيضا إذا كانت في القلب كانت في الجوارح، وإذا لم تكن في القلب لم تكن في الجوارح. وهنا طبعا نستحضر